هروح لسيادتنا الدكتور محمد سليم. دكتور اتفضل المايك عشان انا بعيد. خلينا نتكلم عن خطه العمل اللي بدات ما بينكم وما بين المحافظه والتعاون اللي تم ما بينكم، وعايز اعرف كمان الاولويه بالنسبه للمشاريع. هل هنتكلم في مشاريع كانت موجوده على ارض الواقع ووقف التنفيذ فيها في الفتره اللي فاتت، ولا بنتكلم على مشاريع ما زال العمل قائم فيها؟ شوفوا، اهلا وسهلا بيك في مدينه اليوب. هو من بدايه ان جاء السيد اللواء رضا فرحات محافظة الأليوبية منذ عدة أشهر، بدأ الاجتماع بنواب الأليوبية وبدأ وضع خطة عمل على مستوى مراكز الأليوبية، منها سواء كان نقاش حول منظومة الصرف الصحي في الأليوبية وكيفية استكمال القرى التي لم يتم تواجد بها صرف صحي، أيضا المنظومة الصحية. أيضا كان معانا في هذا الموضوع الاهتمام بجزئية مراكز الشباب على مستوى المحافظة. بدأنا النواب يقدموا كل مشاكل كل مركز للسيد المحافظ، وابتدى التفاعل من خلال العمل الجماهيري للنواب مع الناخبين أو المواطنين، وابتدوا يكونوا منظومة اللي هو حل المشاكل تدريجيا. النهاردة محافظة الأليوبية أنا أكاد أكون يعني أقول إن هي من أقصر المحافظات الأكثر حظا في إن المشاكل اللي عندنا تكاد تكون مشاكل عادية، يعني ينفع تتحل خلال الفترة القادمة إن شاء الله. الحاجة الجزئية الأساسية اللي إحنا حاليا شغالين فيها مع السيد المحافظ إن هو إن شاء الله هيتم السعي إن يبقى في زيارة غرف العناية المركزة أو حضانات الأطفال على مستوى المحافظة، وهيبقى في منظومة قوية من أجل إرضاء وخدمة المواطن الأليوبي. والفترة اللي جاية سواء كان نواب أو سواء كان جهاز تنفيذي كلنا بنعمل يدا ليد مع بعض من أجل مصر، لأن مصر تعرض زي ما أنا قلت في الكلمة بتاعتي دلوقتي في الاحتفالية إن مصر بتتعرض لمؤامرة كبيرة، مؤامرة كبيرة من الدول اللي هي حاطة مصر في وضع معين، ان لابد ان ترجع مصر ولن ترجع مصر. واحنا هنا من اليوب نقول لن ترجع مصر، نواب الشعب مع الجهاز التنفيذي مع رئيس الدولة، لن ترجع مصر وسنظل نعمل من اجل ان تكون مصر مستقرة ان شاء الله، ولن ينال احد من مصر، وسنكون بإذن الله عند حسن ظن المواطن الأليوبي إن شاء الله.